برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. يمكن كنا دايما بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وازاي ممكن ينقلب على الإنسان في المستقبل القريب، ويمكن قعدنا نشكك شوية في ده، لكن بقينا نشوف فيديوهات كتيرة قوي لروبوتس بقت بتعمل أو بتقوم بمهام بتكلف بيها على أكمل وجه يعني. ففي ظل هذا التطور السريع اللي بيشهده العالم في هذه التقنيات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزي ما قلت لحضراتكم إن احنا بنخاف جدا إنه الذكاء ده ممكن ينقلب على الإنسان في المستقبل، والبشر ما يقدروش يسيطروا على هذه التقنيات، خصوصا إن بقى في برامج أصبح عندها قدرة على خداع البشر. شفنا ده كتير، وشفنا برامج بتعمل أبحاث كاملة، شفنا بتزيف صور، بتعمل فيديوهات كمان. في دراسة مؤخرا عملها معهد MIT في الولايات المتحدة، قالت الدراسة أن البرامج اللي من النوع ده أصبح عندها القدرة على التحايل على البشر. وخلينا نحط تحت الجملة دي كذا سطر. خلينا نتعرف مع ضيفتنا الدكتورة نيفين مكرم، أستاذ الذكاء الاصطناعي وعميد مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي في معهد التخطيط القومي، على تفاصيل الدراسة دي، وهل ممكن بالفعل أن هي تهدد البشر في وظائفهم زي ما اتقال؟ أهلا بيك يا دكتورة منورة. أهلا بحضرتك. بنتكلم كتير عن القصة دي، وخلينا نخش على أرض الواقع. هي بالفعل بقت تهدد مهن كاملة. يعني أنا لو بصيت على الميديا بس بشكل عام، إحنا بنشوف النهاردة برامج ممكن تعمل ممثل كامل وتعمل نفس الأداء ونفس الشكل، وزمان يمكن كنا بنلاحظ الفرق، تحسيها يعني مكشوفة، النهاردة ما بقتش مكشوفة. إلى أي مدى ممكن ده يشكل خطر؟ طب هو له مخاطر كتيرة جدا، بس صحيح الدراسة بتاعت MIT باعتباره نمبر 1 على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، قالت انه دلوقتي ممكن يتحايل. بس الناس اللي مش عارفاه هو انه ده لو رجعت ل 1950 مع بدايه اول مره اتقال فيها تفكير الاله، كان في حاجه اسمها تيورينج تيست، كان في عالم اسمه ألان تيورينج، والعالم ده كان بيعمل نفس الكلام اللي الناس دلوقتي بتشتكي منه. وكان وقتها نجاح الاله او نجاح البرنامج هو انه الشخص اللي بيبعت او بيتكلم معاه ما يقدرش يعرف إذا كان ده اللي بيرد بني آدم ولا آلة. فالكلام ده قديم جدا، مش جديد، بس يمكن دلوقتي أو مع جائحة كورونا ومع الاستخدام الأكتر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، الناس ابتدت تدرك المخاطر اللي حضرتك ذكرتها. وأعتقد أكتر حاجة من المخاطر، يعني أنا في كل المحاضرات وكل الندوات وكل اللقاءات دايما بتسأل على موضوع الوظائف، بس لو احنا بصينا على الارقام اللي موجوده انه الاله تبدل محل البشر في الوظائف بالظبط كده، بس الارقام اللي طالعه ما بتقولش كده. الارقام بتقول انه ممكن يكون هو فعلا هياخد وظائف كتيره، وابتدى ياخد وظائف اول حاجه منها خدمه العملاء، لكن على الصعيد الاخر زي ما احنا بنقول كده هو فتح كام وظيفه جديده. يعني انا كنت في مناقشه مع مجموعه بتاخد كورس AI for everyone اللي هو الذكاء الاصطناعي للجميع تبع وزاره الاتصالات، وكانت دي المناقشه. طب يا دكتورة، ما دلوقتي هيجيبوا روبوت يقوم بحاجة. فأنا سألته قلت له طب حضرتك الروبوت ده هيقوم بعمل كام واحد؟ قال لي بعمل موظف واحد. قلت له طب حضرتك ما تسأل نفسك في كام واحد هيشتغل عشان يعمل الروبوت؟ يعني خدها من الناحية التانية، احنا بنبص على الوظائف اللي هي ممكن تكون هتندثر، ودي كتيرة جدا زي ما حضرتك بتقول، دراسات عمالة تكمل وعمالة في دراسات يعني صعبة جدا علينا ان احنا نتقبلها، وان هيتم احلال عدد كبير جدا على 2027، وكل مكان عمال يعمل دراسة يمكن تكون متشائمة جدا. أنا بقول عليها وكلام جميل، يعني إحنا هنفتح وظيفة تانية أنك تشتغل مبرمج وظائف. لكن أنا النهاردة بتكلم على الشخص اللي بيسوق العربية تاكسي، النهاردة هتتحول السيارات ذاتية القيادة. بنشوف سوبر ماركتس في أمريكا من صح. أول ما بتخش لغاية لما بتخش ما بتقابلش بني آدم، انت بتتعامل مع الات وبتخش بالماشين بالماستر كارد او الفيزا بتاعتك بتدفع وتخرج، صح ولا انا غلطان؟ جميل. طيب الناس دي هل عندها القدره انها تطور نفسها وتدرس زي ما حضرتك قلتي؟ ولو ما درستش هل هتتعرض لمستقبل وظائف كتير قبل كده؟ هو هيقدر ياخد وظائف جديده. حضرتك لمست كلمه مهمه جدا، لو هو طور نفسه، لان الشات GPT-4 دلوقتي قادر ان هو يكتب البرنامج. عشان كده احنا مفروض نقدر نطور نفسنا، بدل ما انا يبقى كل قوتي ان انا بكتب البرنامج، في نقطه تانية اشكاليه كبيره قوي بنحتاج فيها للبشر، وهو تفسير نتائج البرنامج. يعني واحد من التحديات انه
حضرتك هتستغل التقنيه بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي هو داتا اناليسيس. داتا اناليتكس. شكرا برضو ان حضرتك قلتها بالانجلش لان في اتنين، اناليسيس واناليتكس. اناليسيس ده التحليل البسيط، زي ما احنا كنا زمان بنشتغل في الكليه مثلا على برنامج اكسل، فبتدخل بعض المعطيات وهو بيقوم بالعمليات الحسابيه المعقده ويطلع لحضرتك فيطلع هو اكزاكتلي هو ده. وكنا مبسوطين جدا لان هو كان عنده قدره على التعامل جدا. لا كنا سعداء سعاده رهيبه يعني. بصوا عندنا اكسل شيت. طيب اللي حصل دلوقتي هو تغيير فكر، هو بيشتغل بديتا اناليتكس مش اناليسس. اناليتكس يعني ايه؟ انا مش بقول له الرول، مش بديله الايكويشن واقول له احسب لي ادي الاكس وادي الواي وطلع لي رقم في الاخر، لا انا بديله كم هائل من البيانات وبقول له نتيجتها كمان، يعني بدخل جوه النظام جوه البرنامج، مش ضروري يبقى روبوت، بدخله حاجتين، دي المعطيات بتاعتي، بدخل البيانات العاديه اللي هي الارقام وبقول له نتائج طلعت ايه، وهو بيكتشف يحلل بقى مواطن الضعف ومواطن القوه. انا بس عشان عايزه اسال فخلي يعني انا هسال حضرتك سؤال تاني. احنا النهارده خايفين من فكره انه الذكاء الاصطناعي يتحايل على الانسان، شفنا بعض الفيديوهات لبعض الشخصيات بتتكلم، ممكن يبقى شخص مثلا برازيلي بيتكلم مصري او مصري بيتكلم فرنساوي على حاجه اسمها البانجو مثلا، زي اكزامبل في حاجه اللي هي الشخص اللي بيتكلم لغات تانية وبقه بيتحرك معاه بنفس الطريقه وهو في الحقيقه ما بيعملش كده، فده تحايل. احنا البعض منا صدق هذه الفيديوهات. البروجرامينج مثلا النهارده احنا خايفين انه انتوا يتم تبديلكم بالاله فدي هتبقى كارثه، انتوا ساعتها هتبقوا بتعملوا ايه؟ المفروض تطوروا من نفسكم وتعملوا ايه؟ ما هي دي. وازاي انا اعرف كمتلقي انه الاله مش بتتحايل عليا؟ طيب ازاي تعرفي كمتلقي؟ ده مش في كل الاحوال هتعرفي. سوري. لانه في حاجات بتبقى معموله بدرجه تقنيه عاليه قوي، يعني في بدايه الفيديوهات المتفبركه اللي عملت مشاكل قويه جدا لان كانت بتطلع يعني بتؤدي لمواقف سياسيه سيئه. ده مع رؤساء من زمان قوي. طلعت ترامب صور وطلعت في الاخر فيك كلها. اوباما وكل حاجه. فكان الفكر وقتها احنا كنا ممكن كناس عاملين في المجال بنلاحظ حاجات ليها علاقه بالاضاءه، حاجات ليها علاقه بالفويس تون، حاجات ليها علاقه بالاي كونتاكت. اي كونتاكت. وكنا بنقدر نكتشف زي ما كل حاجه بتتقدم وانا وحضرتك محتاجين نطور نفسنا، هو بيطور نفسه. فبقى بيطور نفسه لدرجه انه بقى اصعب الاكتشاف. في على فكره ثلاث برامج لغايه دلوقتي ممكن تكتشف، بس اللي بيتحايل بيطور نفسه واللي عايز يكشف التحايل بيطور نفسه. فاحنا هنا بنعتمد على حاجه مهمه جدا او حاجتين، انه البشر يتحلوا بمهاره اسمها التفكير النقدي. احنا بندرس الكلام ده دلوقتي، كريتيكال ثينكينج، ده اللي انتوا بتدرسوه. عارفه المثل بتاعنا، سوري يعني اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل. فالمستمع عاقل. ما هو في فيديوهات انا وحضرتك بنتفرج عليها كناس متعلمه بنقول انه مش ممكن يكون اصلا هو ده اللي اتقال في الفيديو ده، يعني حاجه منطقيه. من الناحيه التانية احنا بنشتغل على النواحي الاخلاقيه. الفكره بس ان احنا عايشين في وقت ما فيش حاجه فيه منطقيه، بس مش اكتر، في حاجات كتيره قوي بتحصل غير منطقيه. يعني حضرتك برضو ويمكن ما اقدرش نعتمد على ده لوحده، عشان كده احنا والدوله المصريه اتنبهت للكلام ده كويس قوي وعملت ما يطلق عليه ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول. يعني انا عايزه اطبق ذكاء اصطناعي في مجالات كتيره على ان لا يضر بالبشر، فهو قايم حتى على خمس مبادئ وبيتقال اول حاجه البشريه كمقصد. يعني لما اتعمل الذكاء الاصطناعي اتعمل علشان غرض كويس صحيح، تم اساءه استغلاله صحيح. ماشي. اغراض كتيره جدا في الصحه صحيح، ممكن يساعد، اغراض كتيره جدا في التعليم حقيقي، وفي اغراض كتيره في شغل حضراتكم. على اي حال احنا يعني كلام مع حضرتك ما نقدرش ابدا يعني نمل منه، ولكن للاسف احنا هنطلع فاصل. بنشكرك دكتوره نيفين، الدكتوره نيفين مكرم، استاذ الذكاء الاصطناعي، عميد مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي في معهد التخطيط القومي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.